بهذا الفيديو أو المقطع بدنا نتعلم كيف نضع مصدر أو شرح في النصوص العربية، ويعني بهالطريقة بس نقرب الماوس عليه بحط لنا شو كاتبين نحن تحت، كيف الكتب اللي بتكون كتير بروفيشنال مطبوعة بيكون في سطر ومحطوطة المصادر. هذا الشيء كتير سهل بالنصوص المطبوعة باللغة الإنجليزية، لكنه شوي أصعب بالنصوص المطبوعة باللغة العربية. مثال، أنا رح نكتب هون مثال ورح أنا أكبر شوي حتى يبين بالإنجليزي أو بالعربي، بس بدي فوت أنا على reference وانسرت فوت نوت وانتهت. يعني لو بالإنجليزي أنا حصير أكتب هون الشيء اللي بدي إياه، بس الفكرة إنه بالعربي لما يكون نصي أنا بالعربي هيدول الفوت نوت بده يكونوا وين؟ بده يكونوا من ميلة اليمين مش من ميلة الشمال. لو بالإنجليزي انتهت لأنه هم نحطوا على ميلة الشمال وخلصت. فالموضوع كيف بتم؟ بدي أنا أفوت على الدرافت. الدرافت هو يعني مثل المسودة، بدي أضغط دبل كليك على أنا الرقم اللي حطيته أو اللي انحط، بعلم الفوت نوت اللي ظاهر عندي، بروح على الهوم وبقولها إنه روحي على ميلة اليمين. انتهى الموضوع؟ لا لسه بعد، بدي فوت انا والفوت نوت سيبريتور. فوت نوت سيبريتور ذات نفسه هو الخط، وكمان هذا الفوت نوت سيبريتور بدي اخده على ميلة اليمين، وبرجع فوت على البرنت لاي اوت، بنزل بلاقيهم صاروا اثنيناتهم موجودين هون، وبكتب الشيء اللي بدي اياه. ومع الشكر.